السلام عليكم، مرحبا بكم مع فيصل ميهوبي بطل العالم. كانت يعني لمشاركات كثيرة يعني في الانترناسيونال، بديتها هنا في ناسيونال ومن بعد تنقلت للانترناسيونال، حصلت على كثير من البطولات الميداليات يعني اللي دخلت لهنا الجزائر أول مرة، كانت منها أول مرة شاركت تاعي في 2013 حصلت على المرتبة الرابعة بطولة العالم، ومن بعد بوراها بعام رحت لتاني بطولة العالم تحصلت على المرتبة الثانية في البرازيل، ومرها بشهر شاركت مستر أولمبيا تحصلت على المرتبة الأولى، يعني أول ميدالية ذهبية في الأماتور يعني في الهواة اللي كانت أولمبيا دخلت للجزائر. وكان العام هذا تاع 2016 بريبارينا يعني الماكسيموم، كانت يعني الميدالية الذهبية ما نقولك ماشي 100% 200%، والله غالب ما حالفناش الحظ لا كومبيتيسيون، بعد يومين ما تحصلناش على التاشيره باش نروحوا، مي كنت شاركت قبلها في شهر سبتمبر في ارنولد كلاسيك تحصلت على المرتبه الثانيه، وبعد اسبوع مور ارنولد كلاسيك دخلت بطوله ديفيز براك في براك اللي تحصلت على بطاقه الاحتراف. يعني كانت هي الأول اللي كانت يعني عزيزة عليا بزاف تاع بطولة أولمبيا في موسكو، اللي كانت يعني هي ما كناش نسنو فيها قاع، ما كناش نسنو قاع، تقول جات هكذا رحنا بارتيسيبينا حتى شيت كما قالوا تحصلت على المرتبة الأولى، الميدالية دا أول ميدالية اللي دخلت للجزائر. رياضة ما قبل كنت الفنون القتالية، كانت عندي درجة الأولى حزام أسود في الكيك بوكسينج والفول كونتاكت في سنة 94 95 96، ومن بعد يعني كانوا ذاك العام كانت الذكرى تاع بن عزيزة الله يرحمه اللي كان عايش في أوروبا، يعني هو كان في كمال الأجسام، أنا كي شفتو تما اللي الحديد هذا دخل في قلبي، تقول حبيته كملت حوست على اليسار، كان مش فيها نقص الحالة ما كانش اليسار، بديت نوطريني وحدي ندير هادي ندير هادي حتى بدات تتطور، من ثم بديت نشارك في البطولات الجزائرية لي ريجيونال هادي حتى لحقت يعني المستوى اللي راني فيه. يعني شوف كي يقولوا هو علاه يقولوا لي سبور ديريش، سبور هذا تاع المرفهين باسكو ساكوت الماكلة بزاف، الماكلة غالية تاعو باسكو عندك غير السكالوب وعندك لابروتين تاعك وتدريبات شاقة لازم، والإرادة ولازم تسمع المدرب تاعك، ما تسمعش منه وهذا قال لي هكذا هذا قال لي هكذا باسكو ما تنجحش، وكان جينا نسمعوا كيما نقولوا للغاشي كاع ما تلحقش المستوى اللي راك لحقته، باسكو لازم تتبع المدرب تاعك واش يعطيك البرنامج تاع الأكل واش يعطيك هذه واش يعطيك هذه، تتبع عليها تلحق المستوى. الرياضة هذه يعني تطورت سنة بعد سنة سنة بعد سنة، وين الحمد لله الرياضيين الجزائريين لحقوا المستوى العالمي هذا، مازلنا في التحضير وبقوا لنا ثلاث منافسات في العام هذا 2016 اللي يوم 18 من شهر نوفمبر ان شاء الله حتكون في البرتغال في لشبونة بطولة البحر المتوسط، ويليها أسبوع من بعد بطولة ديامان كاب تاع بن ويدر في أثينا، والأسبوع اللي يليها بطولة أولمبيا أماتور اللي حتجري في سان مارينو بإيطاليا. يعني الشعور تاعي يعني هي اول جزائري اللي دخل الاحتراف بعد مومو بن عزيزه الله يرحمه في سنه 88 اللي كان هو تحصل عليها وراح الاولمبيا وشارك باسم الجزائر، وموراه يعني ما كاش لي طلع ولا باسم الجزائر اللي حتى لحقت كما يقولوا 2015 16 اللي نلت انا بطاقه الاحتراف،
وتحصلت عليها وبالعلم الوطني، وان شاء الله في 2017 نكون في تورنتو ان شاء الله، اولمبيا تورنتو ان شاء الله. البرنامج يعني راه حنا سطرناه انا والمدرب تاعي ميساور سيد احمد، رانا مسطرينه كيما يقول لك بالتدقيق كتابيا وكلش. راهو لازم لنا اعانات لي سبونسور، باسكو لحد الان مازال ما لقيتش سبونسور، وجاوني يعني بزاف نقولوا اتصالات من الخارج، وخفت لو كان نروح يعني تسيني معاهم حاجه الاولى واش يقول لك تجوز لي على اسم بلادي، ومن بعد هنا اسم لا فالور تاع بلادك تروح، تولي ماشي تابع للجزائر، تولي تابع ليه هو، وانا ماذا بيا نطلع على العالم الوطني. بالهدف تاعنا حيكون يعني اقل شيء يكون من العشر الاوائل، يعني العشر الاوائل في مستر اولمبيا 2012، ولا ساعدنا يعني اذا ساعدنا الحظ ان شاء الله، ولا الامور كلها مشات لما لا بارمي لي توب 6 ان شاء الله في المستر اولمبيا 212 بروفيسيونيل. الاهداف هي يعني نكون اول جزائري تحصل على الاولمبيا 212، يعني هي اللي راهي في القمه دوكا، هي اللي راهي نمبر 1 المرتبه الاولى باش تدخل الميداليه الجزائريه، الميداليه الذهبيه للجزائر. ان شاء الله نكون فيها.